يعني حتى أعطيك يعني تفاصيل يعني لقاءاتي مع بعض الضباط الجزائريين. صرحوا لي بأشياء يعني أشياء كثيرة، أمور يعني تتعلق يعني خلال فترة تواجدهم يعني بالخدمة العسكرية هنالك. أفادوني كذلك بأنهم يعني أفادوني يعني بأنهم كذلك أنهم يعني في خلال فترة عملهم بأن المغرب يعتبر عدو، سواء يتم تدريس ذلك حتى في الأكاديميات العسكرية أو حتى في التدريب التي يعني تدور أو التدريب التي تنظم منطقة يعني تندوف والمناطق المجاورة لها والمناطق يعني يعني صرح لي أحدهم بأن المغرب يعني في أي تدريب يرمز إليه إلى العدو كأنه العدو، وهذا معروف يعني بالنسبة للجزائر يعني منذ زمن وهي تشن حربا يعني على المغرب، يعني على جميع الأصعدة، يعني حرب يعني حرب استنزاف ضد المغرب، يعني الجارة الشرقية لا تترك يعني لا تترك يعني أي فرصة لمحاولة إضعاف يعني المغرب، لكن بهذا التصرف لا تضعف إلا نفسها. ما طلبوا اللجوء أحدهم يعني وهم يعني لمست فيه يعني كان إنسانا يعني متخلقا وإنسان يعني، وقال لي بعظمة لساني بأنه لا يمكن أن يتحمل حتى لو كانت حرب بين المغرب والجزائر، كيف له أن يحارب يعني المغرب؟ حتى هذه المسألة لم يتقبلها بالأساس. ويعني في أمور كثيرة يعني حتى الأمور اللي زادت الطين بلة هو أنه يعني كما حكى لي أحدهم قال لي بأنه كان يعني في كانوا في مهمة يعني في المناطق القريبة من تندوف، إحدى المناطق القريبة من تندوف، وكانوا في مهمة ليلية، وبعد ذلك يعني لاحظوا يعني كانت هنالك يعني ما يسمى كونفوا، يعني كانت هنالك يعني كانت هنالك قافلة قافلة، هذه القافلة لم تكن على شكل سيارة أو سيارتين أو ثلاث، وإنما يظهر ذلك كان ذلك يعني يظهر جليا في يعني الليل، كانت الأضواء يعني أضواء يعني الناقلات على شكل سرب طويل، وهو يعلم بأن هذه الناقلات تشتغل في إطار تهريب، وهذا كان في إطار هذا يعني كان هذا هو المهمة التي اللي كانت منوطة بأنه يحارب هذه المزاعج يعني كذلك لو في، إلا أنه يعني فوجئ بتعليمات من القيادة العليا على أن يتوقف.